Our job as fashion editors is to inspire and to push boundaries. It's almost like you create a picture, a painting. It doesn't always translate into the everyday people. Hi, Abra. Hello. كيفك؟ تمام. How are you? You good? شو رأيك؟ I'm gonna wear that. Yeah. You wanna feel like you're in a magazine? Yeah. Yeah, let's do it. شو رأيي؟ رأيي أوكي، I can do it. كانت تجربة ممتعة، حسيت إني على الموضة وكأني موديل في الفوتوشوت، بس لما طلعت كل شيء تغير، حسيت إحساس غريب. ما حسيت حالي أنا، ما كنت على طبيعتي أبداً، حتى ابني ما تعرف علي في البداية وحسيت إني خسرت شخصيتي. بهذه الملابس أحس إحساس جميل، حاسة نفسي على طبيعتي، مرتاحة وكمان على الموضة.